أكثر من 2400 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة. الجيش الوطني الليبي يعلن استهداف مواقع تابعة لميليشيات موالية لتركيا قرب مصراتة. الرئيس الإسرائيلي يكلف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، موعد لنشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل. أهلا بكم. سجلت الولايات المتحدة أكثر من 2400 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، لتتخطى بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد أكثر من 75 ألف حالة وفاة بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر أن بلاده تخوض معركة شرسة ضد مرض رهيب. قال مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي إن المواطنين الأمريكيين قاموا خلال الشهرين الماضيين في مجال مكافحة فيروس كورونا بأعمال ساهمت بحفظ حياة الكثيرين. توجيه من الرئيس ترامب، فإن قوة العمل تعمل على إنشاء دليل لجميع الولايات باستخدام أفضل التوصيات من الفرق الطبية، وأرى أن الولايات تعمل على مراحل من جمع المعلومات واتباع المتخصصين في العلوم. كما تقوم الولايات بتفعيل عمليات المسح الطبي بالتوافق مع التعليمات الرئاسية لإعادة فتح أمريكا مرة أخرى، وما قام به الشعب الأمريكي خلال الشهرين الماضيين ساهم في حفظ حياة الكثيرين وأبطأ من وتيرة تفشي الفيروس. في العاصمة البريطانية لندن، قال دومينيك راب وزير خارجية بريطانيا أن بلاده ترى أن فيروس كورونا لا يزال مميتا وقابل للانتشار سريعا. بشكل عام أعداد الحالات في مستوى ثابت من الانخفاض وكذلك أعداد الوفيات، وبكل وضوح يعني ذلك أنه لم يتم القضاء تماما على الفيروس، ولا يزال فيروس كورونا مميت وقابل للانتشار. وتعمل الحكومة مع الإدارات المحلية على خفض أعداد الضحايا في المناطق الهامة، ومنها دور الرعاية الصحية، ويمكن البدء في وضع دليل عودة الحياة والعمل مع الإبقاء على قواعد التباعد الاجتماعي الضرورية. أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عدم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابات وافدة من الخارج بفيروس كورونا الجديد خلال الساعات ال 24 الماضية. يأتي هذا فيما تلقت تقارير عن وصول إجمالي المصابين إلى أكثر من 82 ألف شخص، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633 شخص. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن وباء كوفيد 19 الذي سببه فيروس كورونا أطلق العنان لطوفان من مشاعر الحقد والكراهية، داعيا دول العالم إلى العمل بكل ما في وسعها لوضع حد لذلك. قال غوتيريش في بيان إنه راجت أفكار توحي بأن كبار السن هم أول من يمكن الاستغناء عنهم حال إصابتهم بالمرض. ناشد غوتيريش جميع مواطني العالم أن يناهضوا الكراهية. أطلقت منظمة الأمم المتحدة خطة استجابة إنسانية محدثة تهدف إلى جمع ما مقداره 6.7 مليار دولار بهدف حماية ملايين الأرواح ووقف انتشار فيروس كورونا في أكثر من 60 بلدا ضعيفا. كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أطلق خطة للاستجابة الإنسانية المنسقة في شهر مارس الماضي بهدف جمع ملياري دولار. من المتوقع أن تشهد أفقر دول العالم ذروة انتشار المرض في وقت ما خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، كما تؤكد الأدلة هبوط مستوى الدخل وتلاشي فرص العمل وانخفاض الإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار، فيما يفقد الأطفال اللقاحات والوجبات اللازمة.
قالت منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا المستجد قد يتسبب بوفاة ما بين 83 ألف و 190 ألف شخص في إفريقيا في عامه الأول إذا لم يتم السيطرة عليه. جاءت هذه التوقعات ضمن دراسة جديدة أجرتها منظمة الصحة العالمية عن إفريقيا استنادا إلى افتراضات بأنه لن يتم اتخاذ إجراءات لاحتواء هذا الوباء. رفعت لجنة الطوارئ السودانية العليا لمجابهة فيروس كورونا توصية لمجلس الأمن والدفاع بتمديد الإغلاق الكامل في ولاية الخرطوم لمدة 10 أيام إضافية ابتداء من الأحد المقبل. سجلت السودان حتى الآن 930 حالة إصابة بالفيروس بينها 52 حالة وفاة. من المتوقع أن يتخذ مجلس الأمن والدفاع السوداني قرارا نهائيا بشأن الإغلاق اليوم. أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تنفيذ غارات استهدفت مواقع لميليشيات تابعة للعدوان التركي بالقرب من مدينة مصراتة. في سياق متصل أطلق الاتحاد الأوروبي مهمة إيراني لمراقبة تتخذ لتنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا التي تسعى إلى وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا. في إطار جهود عودة الاستقرار إلى ليبيا، أعلن الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر تنفيذ غارات استهدفت مواقع لميليشيات تابعة لتركيا بالقرب من مدينة مصراتة. وقالت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي إن الغارات استهدفت عددا من المواقع بمنطقة بوكرين شرق المدينة، منها تمركزات لما تسمى بمجموعات الحشد الميليشياوي وأخرى لمخازن الأسلحة والذخائر. وأضافت أن الضربات الجوية استهدفت أيضا مواقع داخل مزارع خصصت لتكون مواقع لهذه المجموعات بمنطقة القادحية جنوب بوكرين. وأكد أن هذه الغارات تأتي ضمن عمليات طيور الأبابيل التي لا تزال مستمرة في قصف مواقع مجموعات الحشد الميليشياوي الموالي للعدوان التركي. في سياق متصل أطلق الاتحاد الأوروبي مهمة إيريني لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا التي تسعى إلى وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا. الاتحاد الأوروبي أشار إلى أن المهمة البحرية بدأت يوم الاثنين الماضي بمشاركة البارجة الفرنسية جامبار وطائرة للمراقبة البحرية تتبع لوكسمبورغ، وكان قد تأجل إطلاق المهمة حوالي شهر على خلفية خلاف بين إيطاليا واليونان حول قيادتها، لكن الاتحاد الأوروبي اتفق على تداول القيادة بين البلدين كل 6 أشهر. وستعمل المهمة في شرق المتوسط لمراقبة السفن التي يشتبه في نقلها أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا. أعلنت الرئاسة الجزائرية عن مسودة التعديلات الدستورية المرتقبة ووزعتها على قادة الأحزاب السياسية وآخرين تمهيدا لطرحها لنقاش مجتمعي. ترتكز المسودة على 6 محاور هي الحقوق الأساسية والحريات العامة وتعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها والسلطات القضائية والمحكمة الدستورية والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. كخطوة جديدة في طريق الوصول إلى دستور توافقي يستجيب لتطلعات الشعب الجزائرية، أعلنت الرئاسة الجزائرية عن مسودة التعديلات الدستورية المرتقبة ووزعتها على قادة الأحزاب السياسية ومسؤولي المنظمات المهنية والنقابية والطلابية وغيرها من المؤسسات تمهيدا لطرحها للنقاش المجتمعي. الرئاسة الجزائرية كشفت أن تلك المسودة تأتي وفقا لما التزم به الرئيس عبد المجيد تبون بشأن تعديل الدستور خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، وهي ليست سوى مجرد مسودة لتعديل الدستور حتى لا ينطلق النقاش من فراغ، بل يرتكز على وثيقة معدة
من طرف نخبة من كبار أساتذة القانون، تتضمن المسودة عدة إصلاحات وتغييرات سياسية، منها ما يخص الرئاسة مثل قصر تولي منصب الرئاسة على فترتين متتاليتين وإمكانية تعيين نائب رئيس الجمهورية وإلغاء الثلث الرئاسي من تشكيل مجلس الأمة. المسودة نصت أيضا على الحرية والحق الكامل في المراسلات والاتصالات الشخصية، كما تضمنت المسودة اقتراحا يقضي بحذف المادة التي تستوجب التمتع بالجنسية الجزائرية لتولي المناصب السامية بالدولة، بالإضافة إلى عدم منع أي نشاط أو جمعية إلا بقرار من القاضي أو من السلطات القضائية. وشملت المسودة كذلك مقترحا يقضي بتحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية مع تعديل طريقة تشكيلها، كما تقترح المسودة أيضا توسيع رقابة دستورية إلى الأوامر وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات. وحددت المسودة قرار مد حالة الطوارئ أو الحصار ب30 يوما ولا تجدد إلا بموافقة البرلمان، وكذلك إقرار مدة الحالة الاستثنائية 60 يوما وعدم تجديدها إلا بموافقة البرلمان أيضا. وتضمنت المسودة إقرار التصويت داخل البرلمان بحضور أغلبية الأعضاء وتحديد فترة النائب البرلمان بفترتين فقط، كما تضمنت مسودة الدستور اعتماد أكثر من 20 حقا وحرية جديدة تتعلق بحقوق الإنسان والحريات. أحبطت قوات الجيش اليمني فجر اليوم هجوما واسعا لميليشيا الحوثي في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب، وكبدتها خسائر فادحة. أكدت مصادر ميدانية يمنية أن المعارك أسفرت عن مصرع قائد الهجوم للميليشيات في جبهة صرواح المدعو العقيد خالد حسين الكحلاني مع عدد من العناصر الحوثية، مشيرة إلى أن الجيش الوطني وبمساندة من القبائل أحبطوا محاولة التسلل الحوثية إلى مواقع في جبهة صرواح، وتمكنوا من دحرها والسيطرة على مواقع كانت تتمركز بها في ذات الجبهة. أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن عدد خرق الميليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغ 104 خروقات خلال الساعات 24 الماضية. وأوضح التحالف العربي أن خروق الميليشيات المتمردة لوقف إطلاق النار منذ إعلانه حتى اليوم بلغت 2676، مشيرا إلى تلك الخروقات شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ البالستية. جدير بالذكر أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن كان قد أعلن في أواخر أبريل الماضي تمديد وقف إطلاق النار الشامل لمدة شهر. في العاصمة العراقية بغداد، قال مصطفى القزبي رئيس وزراء العراق الجديد إن حكومته التي نالت ثقة البرلمان سوف تكون حكومة حل وليست حكومة أزمات. العراق يسعى إلى علاقات الأخوة والتعاون مع الأشقاء العرب والجيران والمجتمع الدولي، وساسة العراق في أمس الحاجة للإصغاء إلى صوت أهلنا وشبابنا على امتداد الوطن ومطالبهم المشروعة. هذه الحكومة جاءت استجابة لأزمة اجتماعية اقتصادية سياسية. هذه الحكومة حكومة حل وليست حكومة إزمات. وقال مصطفى القزمي رئيس وزراء العراق الجديد إنه يتعهد بألا تكون الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على الآخرين. تتعهد الحكومة بكفالة حرية التعبير وحماية المتظاهرين السلميين وساحاتهم والتعاون معهم لمحاصرة كل من يريد الإساءة لسلمية الاحتجاج وملاحقة المتورطين بالدم العراقي، وعدم تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات ومنع استخدام
أرض العراق للاعتداء على الآخرين. كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين رئيس الوزراء المنتهي ولايات بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة بعدما أقر النواب الإسرائيليون الاتفاق الذي وقعه الأخير مع منافسه السابق بيني غانتس على تشكيل حكومة وحده. رغم اتهامات بالفساد والرشوة ينجح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الفوز بتشكيل حكومة ائتلافية بالشراكة مع منافسه بيني غانتس. ترشيح الكنيسة جاء بعد قرار المحكمة الإسرائيلية بتمكين نتنياهو من تشكيل حكومة ورفض الطعون المقدمة ضده في اتهامات تتعلق بالرشا والاحتيال وخيانة الثقة. وقد وافق نحو 72 عضوا من بين 120 من أعضاء الكنيسة على ترشيح البرلمان عقب إقراره تشريعا بشأن تفاصيل الاتفاق السياسي بين حزب الليكود بزعامة نتنياهو وحزب أزرق أبيض بزعامة منافسه غانتس. اتفاق تقاسم السلطة يتضمن تولي نتنياهو منصب رئيس الوزراء لمدة 18 شهرا على أن يتسلم بعدها غانتس المنصب نفسه، كما يقضي برنامج الحكومة وفق الاتفاق تقاسم السلطة على ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية. كان غانتس قد امتنع سابقا عن تشارك السلطة مع نتنياهو بسبب اتهامات الكسب غير المشروع الموجهة إليه، لكنه تراجع عن هذه الخطوة الشهر الماضي إثر تصاعد الأزمة بتفشي فيروس كورونا. ويبدو أن تداعيات تفشي الوباء ساهم في وضع النهاية للأزمة السياسية المستمرة منذ ديسمبر من عام 2018 بعدما فشلت 3 انتخابات في التوصل إلى تشكيل الائتلاف الحكومي المنشود. في العاصمة الأمريكية واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سوف يواصل مع موسكو محادثات خفض سباق التسلح. نجري مباحثات مع الجانب الروسي حول الحد من الأسلحة، وسنواصل إجراء هذه المحادثات ونحن نتحدث عنها بشكل جدي من أجل التوصل إلى اتفاق للحد من التسلح. روسيا لديها العديد من الأسلحة النووية وكذلك الولايات المتحدة، وحتى الآن أثبتت المحادثات جدية الدولتين في الحد من الأسلحة. في العاصمة الأمريكية واشنطن أيضا، أخفق مجلس الشيوخ الأمريكي في تجاوز فيتو استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد قرار حظي بدعم من أعضاء في كلا الحزبين للحد من صلاحياته بشن عمل عسكري ضد إيران. وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بغالبية 49 مقابل 44 دعما للقرار الذي أقر في الكونغرس في وقت سابق هذا العام، في حين كان يتعين الحصول على ثلثي الأصوات المطلوبة لتجاوز الفيتو الذي استخدمه ترامب ضد هذا القرار للحد من صلاحياته. أسقطت وزارة العدل الأمريكية التهم الموجهة إلى مستشار الأمن القومي السابق الجنرال مايكل فيلن الملاحق بجرم الإدلاء بشهادة زور بشأن اتصالات حصلت بينه وبين دبلوماسي روسي. وأظهرت وثائق قضائية أن وزارة العدل اعتبرت التحقيق بحق الجنرال السابق البالغ من العمر 61 عاما لم يستند إلى أساس مشروع، وأن تصريحات الجنرال حتى وإن كانت خاطئة فهي لم تكن مهمة. وكان فيلن واحدا من عدد من المساعدين السابقين لترامب وجه لهم الاتهام بموجب التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص السابق روبرت مولر، والذي تحدث بالتفصيل عن تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية عام 2006 لدعم ترشيح ترامب وعن اتصالات بين حملة ترامب وروسيا. انتقدت كوريا الشمالية اليوم جارتها الجنوبية بسبب تدريبات عسكرية جرت مؤخرا. وقال ممثل عسكري كوري شمالي إن التدريبات العسكرية التي أجرتها كوريا الجنوبية مؤخرا استفزاز خطير يتطلب ردا، مشيرا إلى أن هذا التحرك المتهور من دعاة الحرب في الجانب الجنوبي هو ذروة المواجهة العسكرية. وفي برقية منفصلة بعث الزعيم كيم رسالة شفهية إلى الرئيس الصيني لتهنئته على نجاح الصين في التعامل مع تفشي فيروس كورونا، وأوضح أن العلاقات بين بيونغ يانغ وبكين متماسكة بقوة.
يوافق اليوم الذكرى 75 لانتصار أوروبا في الحرب العالمية الثانية والإعلان عن نهايتها. حاملة المآسي التي شهدتها وخلفتها، تعد الحرب العالمية الثانية هي الأوسع والأكثر دموية في تاريخ البشرية، لما أسفرت عنه من عدد كبير من الضحايا. يأتي هذا فيما يطوق العالم لكتابة الفصل الأخير من حربه ضد فيروس كورونا المستجد الذي ظهر منذ نحو 6 أشهر مخلفا الآلاف من الضحايا، تركز أغلبهم في دول أوروبا. ختاما لنشرتنا، هذا تذكير بأهم العناوين. أكثر من 2400 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة. الجيش الوطني الليبي يعلن استهداف مواقع تابعة لميليشيات موالية لتركيا قرب مصراتة. الرئيس الإسرائيلي يكلف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة. وصلنا مشاهدينا إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.